السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله راح نحل مع بعضنا هذا النموذج تاع الاختبار الفصل الثاني على بركة الله. يحكي على ابن خلدون. نبدأ على بركة الله. عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن خلدون was a famous Maghrebian سكولر، يعني كان قال لك هو كان رجل مغربي مشهور في مجال العلمي. اوكي، مغربي سكولر، سكولر هذه معناتها في المجال العلمي. هو انفنتد مودرن سوسيولوجي، هو اللي اخترع علم الاجتماع الحديث. اوكي، علم الاجتماع الحديث، سوسيولوجي معناتها علم الاجتماع. He was born on May 27th, 1332 in Tunis. His parents died during an epidemic of the plague. قال لك والدي ماتوا خلال الوباء تاع الطاعون. Plague، الوباء تاع الطاعون. Plague هو الطاعون. Okay. Which hit تونس، ان لي ضرب تونس، زعما الطاعون هذا اللي انتشر في تونس، ان في 1348 1349. اوكي، ليفينغ ابن خلدون اورفان ات ذا ايج اوف 17. قال لك خلى ابن خلدون هذا يتيم في عمر 17 سنه. ان 1355 he accompanied his teacher to Fez. Fez هذه جات في المغرب. اوكي، where he became a secretary of the sultan of Morocco. هو اصبح كما نقولوا يخدم في السكرتاريا تاع سلطان اوف ماروكو. اوكي، تحت السلطان تاع اللي يحكم في ماروكو. ابن خلدون spent 4 years from 1375 to 1378 writing his مقدمة and a part of كتاب الجبر، وجزء من كتاب الجبر. He traveled to Cairo in 1383. سافر إلى القاهرة في عام 1383 where he became a teacher، أصبح أستاذ، and a قاضي، وقاضي ولا نقوله judge، قاضي ولا judge. أوكي، قاضي معناتها قاضي. His wife and four daughters died، الزوجة تاعه والبناته في ربعة ماتوا، in a shipwreck on their way to join him in Cairo. هنا قال لك الزوجة تاعو وبناتو ماتوا كي كانوا راح يلحقوا به joint، يعني يلحقوا به في القاهرة. okay. He went on the pilgrimage and returned to Cairo 18 months later. قال لك هو راح للحج ومن بعد عاد للقاهرة بعد 18 شهر، where he died on 17th March March 1406، ومات في 17 مارس 1406. اوكي، هذه كانت بايوغرافي اوف ابن خلدون، كانت نبذة تاريخية على ابن خلدون فقط. هنا نروحو لبارت 1 reading comprehension، يعني عندنا تاسك 1. I give a title for the text، راح نجيبو title for the text، هذا راح نقولو biography of ابن خلدون، نبذة على ابن خلدون فقط. عندنا تاسك 2. I read the text and answer the following questions. Where and when، قالك where and when، أين ومتى. Was ابن خلدون born، ابن خلدون ولد. اوكي، نكتب الاجابه ونرجع لكم. هنا يا في النص نلقوا باللي ابن خلدون he was born on May 27th in Tunis. هذا الوين يعني متى، وهذه وير في تونس. اوكي،
هنا راح نقوله he was born on May 27, 1332 in Tunis. برك was he an orphan? Yes, he was. قالك هل هو يتيم؟ راح نقوله yes, he was. What were his occupations? His occupations were a teacher and a judge. يعني قال لك واش هو العمل نتاعو، واش يخدم، واش العمل نتاعو واش هو. هنا في التكست راح واش قلنا، قلنا هو he traveled to Cairo and where he became a teacher and a قاضي or a judge. Okay. So هنا احنا كتبنا الاجابه صاي. Task 3 I read the text then I write true or false. نقراو التكست مليح 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 ونجو هنا نخيرو اسكو هذه true ولا false. كيف هنا true ولا false. قالنا في الاول ابن خلدون was the father of sociology. ها هنا واش قالنا؟ قالنا هو invented modern sociology. صافي هو اللي اخترع عالم الاجتماع الحديث. هنا قال لك هو مؤسس لعالم الاجتماع. صافي هنايا ترو. اوكي هي دايد ان ايجيبت. قال لك هو مات في ايجيبت. هنا في التكست واش قالنا؟ قالنا and returned to Cairo بعد 18 شهر where he died أين مات، يعني مات في القاهرة. أوكي وهنا كتب لي في إيجيبت. واش معناتها إيجيبت؟ هي مصر. أوكي إيجيبت هي مصر والقاهرة هي مصر، القاهرة عاصمة مصر، يعني هذه true. أوكي مات في مصر صاي، مصر ولا القاهرة كيف كيف. هنا راح نقوله he was born on May 27, 1332 in Tunis. برك was he an orphan? Yes, he was. قالك هل هو يتيم؟ راح نقوله yes, he was. What were his occupations? His occupations were a teacher and a judge. يعني قال لك واش هو العمل نتاعو، واش يخدم، واش العمل نتاعو واش هو. هنا في التكست راح واش قلنا؟ قلنا هو he traveled to Cairo and where he became a teacher and a قاضي or a judge. Okay. So هنا احنا كتبنا الاجابه صاي. Task 3 I read the text then I write true or false. نقراو التكست مليح 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 ونجو هنا نخيرو اسكو هذه true ولا false. كيف هنا true ولا false. قالنا في الاول ابن خلدون was the father of sociology. ها هنا واش قالنا؟ قالنا هو invented modern sociology. صافي هو اللي اخترع عالم الاجتماع الحديث. هنا قال لك هو مؤسس لعالم الاجتماع. صافي هنايا true. اوكي he died in Egypt. قال لك هو مات في ايجيبت. هنا في التكست واش قالنا؟ قالنا and returned to Cairo بعد 18 شهر where he died أين مات، يعني مات في القاهرة. أوكي وهنا كتب لي في إيجيبت. واش معناتها إيجيبت؟ هي مصر. أوكي إيجيبت هي مصر والقاهرة هي مصر، القاهرة عاصمة مصر، يعني هذه ترو. أوكي مات في مصر صاي، مصر ولا القاهرة كيف كيف. Task 4 I match the words with their definitions. عندنا كلمات وعندنا التعريف، كل كلمة بالتعريف تاعها. عندنا التكنولوجي اللي هي تكنولوجيا، achievements الجوائز ولا الإنجازات، famous اللي هي حاجة واحد معروف نقوله له ولا بلاصة معروفة نقوله لها famous يعني مشهورة، science اللي هو العلم. عندنا being known to many people يعني قال لك تكون معروف، حاجة تكون معروفة لمدة لعدة أشخاص. واش هي؟ واش نقوله مشهور يعني famous. صافي A مع famous. أوكي هنا رقم B the study of the structure and behavior of the physical and natural world. قال لك الدراسة نتاع الهيكل ولا السلوك، الهيكل ولا السلوك نتاع العالم الطبيعي
تاع العالم الطبيعي من خلال الملاحظة والتجارب. اوكي، واش هي الحاجة هذه؟ اللي هي التكنولوجيا. اوكي، التكنولوجيا نربط هذه مع بي. اوكي، gaining or reaching something by making effort. قال لك كسب او reaching الحصول على حاجة something بصح بواسطة جهد بواسطة جهد. اوكي، effort اللي هي بواسطة جهد. سو واش هي اللي هي achievements؟ واحد باش يتحصل على انجازات ولا جوائز لازم يسعى ليها بالجهد. اوكي، سوا رقم 2 مع سي، لازم تكون حافظ في بعض التعريفات كيما gaining، كيما making effort، كيما هنا يضو study, structure, behavior، هذه الحوايج. اوكي، نكملوا رقم دي، the study and use of science. Science for practical tasks in industry, business, etc. قال لك الدراسة، دراسة أو استخدام العلوم للمجال العلمي في practical tasks، في أنشطة اللي نستخدموها في الصناعة والبزنس etc. واش هي اللي هي الساينس العلوم؟ أوكي، فقط نروحو بركة ل Ministry of Language. Task 1, I supply punctuation and capital letters where necessary. راح ندير النقاط ولا ندير capital letters. اوكي، سو نديرهم، ندير هنا في هذه الجملة ونرجع هنا. يا راح نقوله while الخوارزمي was living in Baghdad he was staying at the وتكتب house of wisdom. ما زدتنيش البلاصة at the اصلا house of wisdom، هي كاتب لها capital letter هنايا و capital letter هنايا. اوكي، صافي ما كان لها، ندير لها capital letter. وين درنا capital letter؟ درنا في while الحرف الاول، درنا al الخوارزمي والحرف الكاء الاول. كظل عندي بلد راح ندير له capital letter. هنا الفاصله، علاش الفاصله؟ لاني عندي while، صافي جمله متكونه من زوج اجزاء. while نديرو فاصله، he was staying at the house of wisdom، دير نقطة نتاعك. اوكي، ان شاء الله تكون واضحة. عندنا task 2، I join each pair of the sentences using the relative pronoun who or which. راح نلصق زوج جمل او اربط بين جمل، combine join متها combine، راح نربط. اوكي، بي هو ولا which، نقراو مع بعضنا ونشوفو وقتاش نديرو هو وقتاش نديرو which. Alexander Fleming discovered penicillin over 80 years ago. It was first used to cure conjunctivitis. قال لك هو اللي اخترع البنسلين هذا واللي ادى الى العلاج الاول للكونجكتيفيتيز، هذيك كما نقولوا التهاب في العين من تحت، نقولوا لها conjunctivitis. اوكي، سو واش راح نديرو هنايا؟ راح نقولو الكسندر فليمينغ ديسكوفرد بينيسيلين اوفر 80 ييرز اغو. ها، اخترع البينيسيلين. ويتش تعود على البينيسيلين. ويتش واز ذا فيرست يوزد تو كيور كونجكتيفيتيز. لي هذه البينيسيلين اللي عالجت، اللي كانت اول علاج نتاع التهاب العينين. اوكي، نروحوا للاخرى. عبد الحميد بن باديس was born on December 4th 1889. هي كتب لنا هي، قادر هنا عودنا الاسم بصح كتب لنا هي، نعرف بلي راه عبد الحميد. اوكي، founded the association of the Algerian Muslim scholars in 1931. راح ندير هو، نحي هي، نكتب الجملة هذه تاعي، نكتب هنايا هو founded برك، ونكمل الجملة هو founded، نحي هذه منعودهاش،
founded. راني درت لكم مراجعه فيها هو ويتش، دوك نخلي لكم الرابط تاع المراجعه اسفل الفيديو ان شاء الله تطلعوا عليها. هذيك مراجعه مليحه ياسر ياسر، شرحت لكم وقتاش نديروا هو وقتاش نديروا ويتش، وبعض التمارينات كيما الكابيتال ليترز درتها لكم حتى هي، عطيتكم مثال على الكابيتال ليترز، وعطيتكم مثال على ف والف، وقتاش نقول ف وقتاش نقول ف. اوكي ان شاء الله تروحوا تشوفوا هذيك المراجعه، راها مليحه بزاف قبل الاختبارات. نكتب انا الجمل ونرجع لكم هنا فقط بلا ما نقعد نكتب بلا بلا بلا. شوف تبع معايا فقط. ألكسندر فليمينغ ديسكوفرد بنسيلين اوفر 80 years ago. راح تكتب هنايا ويتش، نحي هذيك النقطة، تكتب ويتش، ويتش واز، نحي ات. اوكي ات تنحيها خطاكش عوضنا بإتش. ويتش واز واز فيرست، وتكمل الجملة تاعك. اوكي هنا عبد الحميد بن باديس واز بورن اون ديسمبر بلا بلا بلا، هو فاوندد تنحي هي هذه، هي راها اعاده لعبد الحميد. اوكي سو هو فاوندد ذا، وتكمل حتى 1931 فقط، هذا ما كان سهله مهله. اوكي نروحوا للتاسك 3. اي فيل ان ذا تشير with of invention rough of invention rough of. so من خلال النطق of هذه اللي نحنا ديما في الكلام في سياق الكلام نقول لها of، هي في الحقيقة ما نقول لهاش of، نقول of. okay so راح نكتبوها لهنايا of، تنطق في invention عن ال v هذه انطقناها v، سو راح نديروها هنا invention. اوكي عندنا راف، عندنا جي اتش قريناها ف، وعندنا هذه دبل اف قريناها ف. اوكي سو راح نديرو هذه راف هنايا و اوف. اوكي برك دبل اف. اوكي نروحوا للوضعيه الادماجيه، كنت شرحتها لكم ودرت لكم وضعيات ادماجيه تاع السنه الثالثه، وقيت درت لكم 6 وضعيات، وهذه الوضعيه من هذوك الوضعيات ديتها من هنا، تحكي على الخوارزمي، نقراوها ليلي ونعطيكم الوضعيه. قال لك مسلم ساينتيست جايف، قال لك العالم المسلم هذا لطف هيومن بين اند ذا وورلد، قدم الى العالم إلى البشرية بزاف. among those great scholars is الخوارزمي. اوكي قال لك من هذوك المخترعين هما الخوارزمي، العظماء، شخصية العظماء قال لك هو الخوارزمي. in a short paragraph talk about this famous Arab scientist، عن هذا العالم العربي اكتب عليه فقرة. and his achievements، سؤال انجازات نتاعو. قال لك ذكيوس، هذا ما ذكيوس، ذكيوس راح يساعدونا باش نكتبوا التعبير تاعنا. عطانا النيم، عطانا ديت اوف بيرث، عطانا الاوكيبيشن تاعو، عطانا الاشيفمنت، عطانا ديت اند بليس اند ديث، ديت اند بليس اند ديث. اوكي نروحوا نشوفوا الوضعيه. هنا الخوارزمي محمد ابن موسى الخوارزمي is an Arabic mathematician، قال لك هو عربي ورياضي، أسترونوما عالم فلك، هيستوريان تاريخي، جيوغرافا جيوغرافا اند ميوزيشن. اوكي سو هي واز بورن ان 1780. الخوارزمي كرييتد الشيب اوف ايتش نمبر، هو اخترع الشكل شيب شكل تاع الاعداد. الخوارزمي ديفلوبد ذا الجوريثم، وطور من الالجوريثم، هذه اللي قراو في الرياضيات تعرفها واش هي الالجوريثم. اند روت بوك اوف حساب الجبر، وكتب كتاب تاع حساب الجبر والمقابله وكتاب المقابله. while he was working in the house of wisdom، هنايا هذه منين جبتها انايا، هنايا واش كتب لنا الاشيفمنت تاعو، كتب لنا to develop the algorithm to work in the house of wisdom. واش معناتها
كيعطالي هذه كتب لي هنا تو رايت حساب الجبر. وانا واش كتبت لكم هنايا؟ كتبت لكم while he wrote a book of حساب الجبر والمقابلة. while استخدمت while هنا لأنه هو كتب هذا الكتاب عندما كان يعمل في بيت الحكمة، ويصدم هي بيت الحكمة. okay he died in 850 in بغداد. فقط هذا كان الاختبار تاعنا، ان شاء الله يكون النموذج عجبكم. ما تدخلوش علينا باللايك، واللي ما اشتركش يشارك ويفعل الجرس، ونخليكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.